انت مراكش عندك من 8 الصباح ل 7 الصباح هي الشمس اشراق نور علينا نامز وكاينه 45 ل 50 اللهم تتكون في الدار وتدقعد تدواش تقشب مع مالين الدار تتصلي المغربيه تتصلي العشاء تتهز ميترك وتتمجعد العزاوين تنشط وتضحك مع راسك تتوصل لوحده او ثاني تتهز موترك وتتقرا دعاء السفر وتزيد السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم الاخوان، راك كما تعرفوا راه مراكش هاجي هنا تنعيشوا واحد الجو تبارك الله اللي قاتل. في النهار تتكون عندنا واحد الدرجه ديال 53 54 55 وما تقولوا لنا راه كاينه واحد 48 ولا 47. انتم تتعرفوا هادشي خافوا على السياحه ياك، هادي من جهه، من جهه اخرى حنا المتنفس الوحيد ديالنا هو الجريدات هادو. ما كاينش شي بلاصه في مراكش فيها جريده ما عمرهاش بعباد الله، يعني كاع جريدات تتلقى الناس مساكن تيخرجوا وليداتهم، حيت في النهار تتكون واحد 54، في الليل تتكون واحد كدا 30 36 37. خويا الشمس حتى بالليل ما كاينش شي نهار، خويا الشمس كاينه بالليل وفي النهار اخويا في مراكش. لا شي نهزو باش يدوي انا كنهضر على هاد الناس هادو كاملين وكنوب عليهم. الشمس اخويا في النهار وبالليل خاصهم يجروا لنا الحل ويجروا لنا الساقيه. حنا راه دايرين شراكه مع هاد الشميشه هادي تبارك الله، راه الشمس عندنا حنا ما تتغيبش، عندنا ليل ونهار تبارك الله، عندنا ليل ونهار. شوف خلاصه القول وديما كوكب هاتي وهاتي يا لالا اش لاقينا من رمى وطلبة ورجال شالا حامدة رادا السلام عليكم، معكم امين جروب اوباما، الناس ديال مراكش دقيقيات مراكش. بالنسبه لمدينه مراكش معروفه تبارك الله بالطبيعه وبالحراره، عادي باينه بلا ما نقولوا تبارك الله، عندنا الشمس بالنهار وبالليل، يعني الصباح وفي العشيه كاينه الشمس. وبالنسبه للمناطق الخضراء هي المتنفس الوحيد اللي عند المراكشيين اللي تيفوجوا بها وتيتنفسوا وتلقاو واحد شويه ديال الكليمة. بالنسبه للناس ما عندهمش كليمة تتعرفوا مراكش مدينه سياحيه ومدينه تراثيه، ومرحبا بالجميع اللي تيجي، وراه مرحبا بالناس ديال المغرب وخارج المغرب، راه بلادهم هادي ومراكش راه ديما الحراره فيها معروفه علينا والجو 100% جميل. السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ انا تولدت في بلجيكا، سميتي ادم، كنيتي راغونيزي، و البلجيكا باردات تضل الثلج، ومن بعد الحراره في مراكش قاصحه وزوينه مراكش. ومن بعد حنا تنخرجوا مع ماما وخالتي لابيسين الاوريكا ولا البحر، وعزيز علينا مراكش وديما كوكب. تنخرجوا في الليل انا عزيز عليا حكيمي، يا ربي المغرب هما يربحوا الكاست اولمبيك يا ربي هما.